السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك شباب؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. هنكمل بإذن الله ال chapter 12 part 2 من ال GUI components. أنا عارف إن أغلب الناس دلوقتي بتسأل سؤال، يعني أنا عارف إن أغلب الناس كلها اللي بتذاكر ال chapter في الوقت ده يعني خصيصا إن هم في سنة تانية أو في سنة أولى أو حتى سنة تالتة بيسألوا طيب يعني أنا مالي بال disk applications، أو كده كده أصلا الحاجات دي دلوقتي بقت قليلة جدا، مفيش طلب عليها كتير، الشغل مش مطلوب مني بيها كتير والكلام ده كله. دايما يعني ركز دايما في الجزء اللي انت فيه، وركز دايما في النقطة اللي انت فيها. يعني انت دلوقتي في سنة تانية بتذاكر جافا او بتذاكر ايا كان اللغة اللي بتذاكرها او الحاجات دي كلها، وبتذاكر حاجات فيها ممكن نقول يعني الشغل فيها مش كتير شوية، لكن ستيل لسه هي بيزكس، ما ينفعش انك ما تكونش عارفها خالص. ما ينفعش انك تعدي كورس جافا من غير ما تكون عارف ان جافا بتسبورت اليو اي كومبوننتس، او يبقى عندك حتى خلفية او باك جراوند يعني ايه يو اي، يعني ايه يوزر فريندلي، ويعني ايه يو اكس، ويعني ايه الكلام ده كله. فحاول دايما يعني لما تكون واخد حاجة او لما تكون بتدرس كورس او بتدرس يعني ايا كان بقى، بتقرا كتاب الحاجات دي، ولو تحس ان في حاجات معينة تحس فعلا ان هي ممكن تكون مملة الى حد ما ومش تستخدمها كتير او الكلام ده كله، حاول انك لا يعني حاول تفهمها. يعني خد وقت كويس جدا 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 انك تفهم الاساسيات اللي انت بتاخد فيها المفروض فترة مش قليلة، عشان تعرف بعد كده تبني في الحاجات الادفانسد، ما تبقاش مستعجل في الدراسة يعني. بس ده سايد نوت كده كنت حابب ان انا اتكلم فيها يعني. طيب احنا الفيديو اللي فات المفروض خلصنا لحد اول 3 سيكشنز من الكتاب او من الشابتر، خلينا نكمل السيكشنز التانية. انا حاولت ان انا يعني اقلل او اريديوس عدد الفيديوز على قد ما اقدر، بس ممكن يعني للاسف يزيدوا. انا ممكن انزل يعني بول او حاجة في الجروب عندنا، بحيث ان احنا نشوف الناس تحب افضل يكون الفيديو كبير ولا الفيديو يكون صغير بس الفيديوز تكتر، عشان يعني نشوف اكتر الناس ممكن يعني تحب ايه او تحبذ ايه وهي بتتفرج على الفيديوز يعني. فخلينا دلوقتي نكمل الفيديو. طيب ال 12.4 او ال overview and swing components، ايه بقى ال swing components اللي احنا المفروض هندرسها في الشابتر ده؟ والفيديو ده على فكره مهم، ان احنا هنتكلم برضو كمان عن ال actual listener، يعني event listener والحاجات دي كلها، فحاول تركز معايا كويس جدا. طيب هندرس الشابتر ده الحقيقه عندنا حاجه اسمها ال J label، ال J text field، ال J button، ال J combo box، او ال check box وال combo box وال J list وال J pattern. كل حاجة من دول يعني أساميها ممكن أنت تفهمها. يعني الجي ليبل هنا هو مثلا ببساطة جدا جدا جدا، أنت ممكن هنا مثلا كده لما بتقف هنا ده كده اسمه ليبل، لأن البوتل ده الكلمة open اللي فيه دي اسمها ليبل. فليبل something يعني بحدده بحاجة، لما بيجي لك طرد جاي لك من بره أو حاجة جاي لك مثلا من سوق دوت كوم أو جاي لك من أي مكان، يعني بيكون البوكس اللي جاي لك ده بيكون ليبلد او بيكون عليه لزقه كده، يقول لك ان ده والله الفلاني 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 ده اسمه كذا جاي للفلاني الفلاني 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 وهكذا. فكلمه ليبل ان انا بليبل حاجه او ان انا بعرفها بقول دي ايه. طيب التكست فيلد، التكست فيلد ببساطه جدا هو ده، هنا بكتب حاجه، ده هنا تكست، ده هنا بكتب تكست حاجه. بص انا بعمل لك على اليو اي يعني. الجي بوتون مش محتاجه طبعا كلام، التشيك بوكس، تشيك بوكسز اللي هو انا بعلم على حاجه لو عايز ده او مش او عايز ده او هكذا. الكومبو بوكس، الكومبو بوكس برضو معروفة اللي هي الدروب داون او ايا كان. الجي ليست، ليست برضو ما فيهاش مشكلة. والجي بانل بتبقى اريا كده فيها شوية حاجات بنحط فيها اكتر من حاجة يعني، او اكتر من يو اي كومبوننت. هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل، بس دي اشهر السوينج كومبوننتس اللي موجودة عندنا الفترة دي. طيب كنت انا قلت الفيديو اللي فات برضو الفرق بين السوينج والفرق بين الابستراكت ويندوز تول كيت، او ايه هما التو اي بي ايز اللي موجودين في الجافا او المشهورين في الجافا اكشولي اللي كانوا بيستخدموا او كان فيهم يو اي كومبوننتس. يعني عندنا السوينج كومبوننتس وعندنا الجي دبليو تي او الابستراكت ويندوز تول كيت. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الحقيقه طبعا السوينج هي الاكثر استخداما دلوقتي، وهي الافضل لو انت تستخدم سوينج يعني. طبعا بعد كده قلنا ان في جافا اف اكس، لكن ال ممكن نقول الاي دبليو تي بقت الى حد ما ديبريكيتد، ما عادش موجوده الا في الليجاسي سيستمز القديمه. ودي برضه نقطة مهمة جدا، انك ما تقولش ان الابلكيشنز خلصت استخدامها او الديسك ابلكيشنز خلصت ما عادش موجودة او الحاجات دي كلها، لان لسه في ليجاسي سيستمز كتير او لسه في سيستمز محتاج لها سبورتنج ومحتاج لها ان ممكن يحتاجوا ديفلوبرز. يعني من فترة كده ظهر ان محتاجين ناس يشتغلوا كوبل، ودي لغة برمجة انتهت من ممكن مثلا من 40 50 سنة، لكن احتاجنا ان احنا نرجع نشتغل بيها تاني، او احتاجوا ان في سيستمز يتعمل لها ابديتنج تاني عشان الكورونا فيروس البانديميك او الاول الكيس اللي العالم كله فيها دلوقتي. فكان في سيستمز مكتوبه بكوبل او لغه البرمجه اللي هي السي او او بي ال اي دي، فكانوا محتاجين ديفلوبرز شغالين بيها. فاشهر او اكتر ديفلوبرز كانوا موجودين ناس معديه ال 50 و 60 سنه، طبعا هي موجوده من زمان جدا جدا جدا. فاوعى تفتكر ان حاجه انتهت، لان اي حاجه كانت موجوده حتى وانتهت بس كانت موجوده فتره زمنيه
ففي سيستمز اتعملت بيها وفي ابلكيشنز اتعملت بيها، فهي دايما هيحتاجوا ليها سبورتنج باي شكل من الاشكال. فاي سكيل عندك ممكن في وقت من الاوقات او اي يوم من الايام هتحتاج لها، ما تقلقش خالص يعني. فالابستراكت ويندوز تول كانت المشكله اللي كانت فيها ايه؟ المشكله اللي هي كانت فيها ان هي بلاتفورم ديبندنت. يعني ايه بلاتفورم ديبندنت؟ يعني معتمد على البلاتفورم اللي بتران عليه. يعني هو هنا مثلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللوك اند فيل بتاع الابستراكت ويندوز تول كيت، لو انت بترن الابلكيشن بتاعك او الجافا ابلكيشن بتاعك على ويندوز ماشين، فهو هياخد اليو اي بتاع الويندوز ماشين. لو اليو اي اللي احنا عارفينه ده مثلا اي ويندوز ماشين او اي ويندوز اوبريتنج سيستم عندك، هتلاقي دايما الشكل ده كده، اللي هو اللي بيقفل ده بالشكل ده هنا مثلا كده. هتلاقي والله التول بار ده او المنيو بار ده هيكون مثلا بالشكل ده كده، تمام. لو انت بترن على لينكس هتلاقيه بشكل مختلف. دايما اللينكس اوبريتنج سيستم مثلا بتلاقي دول كده، ده مش عارف لونه ازرق باين، وده لونه احمر اصلا باي ديفول، ومدورين ومش عارف ايه، فبيكونوا مختلفين عن الشكل اللي انت شايفه او الشكل اللي انت في كل اوبريتنج سيستم يعني. فدي كانت الابستراكت ويندوز تول كده، انها كانت اندبندنت عن الماشين اللي انت بتشتغل عليها او الاوبريتنج سيستم اللي انت شغال عليه. اضافه الى كمان ان البيهيفير بتاعها نفسه، هنتكلم بقى كتير جدا في حته البيهيفير دي، اللي هو انك ممكن تعمل اكشن معين او تدوس على بوتون معين البيهيفير بتاعه يكون unexpected، يعني ما يكونش بيشتغل على الويندوز زي ما يكون بيشتغل على لينكس. ودي مشكله كبيره جدا طبعا، لان كل حاجه بقت مختلفه، بقيت انت بتديفلوب على مكان معين ومش عارف اذا كان الحاجات دي هتشتغل على مكان تاني ولا لا. الليسنرز او الهاندلنج او الايفن هاندلنج اللي هنتكلم عنه الفيديو ده ان شاء الله كان مختلف ما بين الاثنين. لكن السوينج الموضوع مختلف عنها. السوينج هي بلاتفورم اندبندنت او مش معتمده بالبلاتفورم اللي بنتكلم فيها، كلها بيست او مبنيه على الجافا، يعني فولي سبورتد باي جافا. سو لو رنت على الابلكيشن، لو رنت على ويندوز، لو رنت على لينكس، لو رنت على اي حاجه كده كده في جي ار اي او في جافا ران تايم انفايرمنت، فهي في جافا، فخلاص انا برن على جافا فيرجن ماشين، فانا بقيت عارف خلاص انا هرن بستاندرد واي، ان انا عندي جافا ايا كان بقى الجافا دي على انهي بلاتفورم. فدي الميزه المهمه جدا في السوينج والابستراكت ويندوز تول كيت. هيجي يكلمك بعد كده عن اللايت ويت فيرسس الهيفي ويت جي او اي كومبوننتس. زي ما اتفقنا اللايت ويت كومبوننت هي نفس الفكره، ان كلها موجوده بالجافا او كلها كومبوننتس فولي سبورتد باي جافا. الهيفي ويت بيكون الموضوع مختلف شويه، لان هما زي ما بيقول لك هنا كده because they rely on the local platform's windowing system to determine their functionality and their look and feel. بيعتمدوا على السيستم بتاعهم عشان يحددوا الفانكشناليتي اللي هيستخدموها واللوك اند فيل شكلهم هيبقى شكله عامل ازاي. طيب تعالى بقى نبص، دي نقطه مهمه جدا، على الهيراركي بتاعت السوينج كومبوننتس. يعني طبعا انت عندك الاوبجكت كلاس اللي هو البيرنت اوبجكت بتاع كل الجافا اي بي ايز، عندك كومبوننت، عندك كونتينر وهنتكلم عنهم، وعندك الجي كومبوننت. الجي كومبوننت هي اللي بيكستند بقى منها كل اللي انت عايزه. بحب دايما اوريك الكود نفسه، فخلينا مثلا نبص على الجي ليبل كده. لو دخلنا على الجي ليبل طبعا دي تعتبر في الاخر سوين كومبوننت، هتلاقيه بيتكستند حاجه اسمها جي كومبوننت اللي هو موجود هنا كده. ودي حاجه انا بحبذها انك دايما تشتغل بالشكل ده عشان تفهم الجافا هيراركي نفسها ماشيه ازاي، لان الجافا زي ما قلنا اصلا هي بيلد او شغاله بال او مبنيه بالاو بي از كونسبت نفسه اصلا. فانت ممكن تذاكر او بي وانت بتذاكر اي اي بي اي موجود في الجافا. بتكستند اليو اي كومبوننت او بتكستند الجي كومبوننت. سيبك من امبلمنتس دلوقتي اللي هو الانترفيس ديت مش محتاجينها، هتلاقي هي الجي كومبوننت. الجي كومبوننت بتكستند الكونتينر، الكونتينر بيكستند الكومبوننت، والكومبوننت مش هتلاقي بيكستند حاجه لان باي ديفولت اي كلاس في الدنيا بيكستند الاوبجكت كلاس، تمام. طيب الميزه في الهيراركي دي ايه؟ الميزه في الهيراركي ديت انك في الجي كومبوننت عندك هتلاقي فانكشنز موجوده كل الجي كومبوننتس الثانيه، اللي هو مثلا جي بوتن بقى، جي كومبو بوكس، جي ليبل، ايا كان، بيعملوا لها اكستنشن وبيعرفوا ان هم يستخدموها. تعرف طبعا فكره الانهيرتنس بشكل عام جدا مش محتاجه حاجه يعني. هتلاقي في فانكشنز مشهوره جدا جدا زي السيت تايتل مثلا، سيت تكست، مش عارف حاجات مثلا فانكشن برنت اول هتلاقي طبعا موجوده في كله. هتلاقي مثلا فانكشن برنت، انا عايز فانكشن تكون مثلا مشهوره او يعني وات ايفر، بس المهم انك هتلاقي دايما فانكشنز موجوده في كل الجي كومبوننت عشان الجي ليبل بيكستند منها، فهتلاقي الفانكشنز ديت اوريدي معاك، تمام. فدي دي ميزه الهيراركي اللي مبني بيها السوينج و السوينج وال السوينج كومبوننت والكومبوننتس بتاعتها او الهيراركي بتاعتها. تعالى بقى ناخد اول اكزامبل معانا اللي هو الديسبلاي تكست اند ايمج ان ا ويندو، عشان ما اضيعش وقتك ونقعد نقرا الكلام ده كتير. طبعا هو الكتاب بيجيب لك الاكزامبل عشان نفهمك برضه الكتاب ماشي ازاي. اكيد طبعا انت مذاكر الشابترز قبل كده، فاكيد انت عارف الهيراركي بتاعتها ماشيه ازاي، لكن الكتاب بيجيب لك اكزامبل، بيحط لك فيه الكود بتاعك
ويبدا تحت في الكلام اللي تحت مثلا يبدا يشرحه لك، يبدا يقول لك بالظبط كل حاجه هنا حصلت ازاي ومش عارف ايه والكلام ده كله. فانا الى حد ما هوفر عليك، والكود هيبقى جاهز هنا وانا هبدا اشرح على الكود مره واحده عشان انت ما يعني ما تتوهش مننا يعني. طيب في كلاس هنا عادي جدا، ده اسم اللي انت مسميه اسمه ليبل جي فريم او ليبل فريم بيكستند جي فريم. لو فاكر من الشابتر اللي فات او من الفيديو اللي فات لما كنا بنعمل هنا مثلا، خليني كده هنا مثلا كده، كنا لو جينا هنا عملنا نيو كان ممكن اعمل كريشن لجي فريم فورم جديده او جي بانل فورم جديده او ايا كان. فالجي فريم هنا هو ده اللي لو عملت دراج ودروب هو ده اللي بيتعمله كريشن اكشولي، ده المفروض كلاس. فانت عملت ليبل فريم بيكستند الكلاس اللي هو اسمه جي فريم ده، وهقول لك ايه الفانكشنز اللي هنحتاجها في الجي فريم ده. طبعا احنا زي ما اتفقنا احنا بنكتب الكود كله في سكراتش، بنكتب اليو اي كود كله في سكراتش، اللي حاجه انا بريكومندها جدا وانت لسه بتتعلم من جديد. هو عرف ثلاثه ليبلز او ثلاثه جي ليبلز، سماهم ليبل 1 وليبل 2 وليبل 3. وفي الكونستراكتور بتاع الكلاس ده عمل حاجه جميله جدا جدا. اول حاجه السوبر بتاع الليبل جي فريم اسمه تيستنج جي ليبل، وده اللي هيظهر لك في الويندو واحنا بنتكلم. بعد كده اللاي اوت بتاعنا سيت فلو لاي اوت، وهنتكلم عن اللاي اوت ده في شابتر مختلف خالص اللي هو شابتر المفروض هيبقى 22 اللي هو جي اي كومبوننتس بارت 2، يعني ده شابتر مختلف في الكتاب تماما، بس هنتكلم عن اللاي اوت بعد كده بشكل منفصل يعني. فسيب حته اللاي اوت دي دلوقتي. اول حاجه عمل ايه؟ عمل ليبل 1 بيكون نيو جي ليبل 1 وسماها والله ليبل وذ تكست. عمل كده حاجه اسمها التول تيب تكست، ودي حته مهمه جدا تعال نشرحها هنا. لو انت وقفت على هنا اي حاجه كده هتلاقي ظهر لك تحت زوم اوت كنترول ماينس، دي كلمه او دي معنى كلمه تول تيب. لو وقفت على اي حاجه بلاش دي عشان ديت كده، مثلا ظهر لك هنا ساين ان، ظهر لك التول تيب بتاعها او التول تيبس بتاعتها تحتها كلمه ساين ان. دي معناها ايه؟ دي معناها ان لو انا عندي ايكون هنا وقفت عليها اقدر ان انا اشوف الايكون دي بتريبريزنت ايه، لو دوست عليها ايه البيهيفير بتاعها، يكون شكلها عامل ازاي. دي فكره تول تيب اللي هي حاجه بتظهر، ودي حاجه بتبقى ظريفه جدا جدا لما تعمل اليو اي بتاعك، بيبقى تحس ان هو ريتش كده وتحس ان هو يوزر فريندلي اكتر يعني. وبعد كده عمل ايه؟ بعد كده عمل ادنج للليبل 1. طيب عمل لها ادنج فين؟ اكيد انا عمل لها ادنج في الكونستراكتور، او عمل لها ادنج في اللاي اوت على اللاي اوت بتاعنا يعني. طيب تاني حاجه عندنا ايكون، تمام. الايكون والله بيقول نيو ايمج ايكون جيت كلاس دوت جيت ريسورس، ده عشان بس يجيب الباس بتاع الايكون دي. دي حاجه بسيطه جدا موجوده في الجافا، الباس هنا اللي حاطه هنا على طول اوريدي، فهو طبعا بيجيب الكرنت دايركتوري بتاع الصوره. لو انت حطيت ده في مكان تاني مش هيجيبه، او حاجه اسمها الكرنت كلاس باث يعني، وابقى سيرش على الجول دي كويس. بعد كده عرف ليبل 2 ما فيهاش فيها مشكله خالص. الليبل 2 والله ليبل وذ تكست اون ايكون، ده ليبل 1 وذ تكست بس دي تكست اون ايكون. بعت لها الصوره اسمها صوره اسمها باج، انا بجيب لك الاكزامبل زي ما كتبت بالظبط عشان ما تتوهش وانت بذاكر بعد كده الكتاب. بعد كده عمل حاجه اسمها سوينج كونستنت، ده المفروض كونستنت بيعرض المكان فين، عايز تحطه فين، عايز تحطها ليفت ولا رايت ولا اب ولا اب ولا سنتر ولا اب اند داون، ايا كان المكان اللي انت عايز تحط فيه الحاجه يعني. بعد كده ليبل 2 سيت تول تيب برضو ذس از ليبل 2، بعد كده اد مش عارف ليبل 2، نفس الفكره تحت بالظبط. ليبل 3، ليبل 3 بقى هو اللي هيحط جواها الايكون نفسها، والله ليبل والايكون ان تكست ات بوتوم، تكست ات بوتوم اللي هو يعني تكست تحت خالص. بعد كده بيبدا يسيت البوزيشن بتاعنا، الحاجات ديت اللي انت المفروض ما بتعملهاش لو انت بتعمل دراج ودروب، فانت تعمل الحاجات دي بايدك. ودي الميزه هنا، انك وانت تكتب الحاجات دي بايدك انت هتشتغل كانك بالظبط بترسم على رسم بياني، بيبقى فيه نقط طبعا واحداثيات او كوردينيت، فبتبقى عارف انت بتحط الحاجات دي فين، وممكن بتعمل حاجات رياضيه عشان تحط حاجه ريلاتيف لحاجه في مكان تاني والكلام ده كله، فبتديك فعلا يعني اولويه كويسه جدا جدا وانت بتكتب الكود، بتبقى حاجه ظريفه جدا جدا. هنا عمل السيت هوريزونتال تكست بوزيشن، الهوريزونتال تكست اللي هو الافقي والفيرتيكال الراسي، قال لك هنا سنتر وهنا التاني بوتوم او داون. بعد كده ذس ليبل 3، بعد كده عمل ادنج لليبل 3 للجي فريم او للكونتينر بتاعنا، تمام. بس ده الكلاس بمنتهى البساطه جدا جدا جدا. تعالى بقى نبص على المين فانكشن هنا. انا سايب الكود ده هنا كده عشان لو حد كان محتاجه ممكن نعمل له ابلود، بس انا حاسس ان هو يعني مش محتاجين قوي، بس تعالى نعمل كنترول نشيل كده ده من هنا. طيب هنا بقى الجي فريم بدا يظهر، يعني هنا الليبل بيكون نيو ليبل فريم، ده الكلاس بتاعنا عادي جدا بنعمله نيو اوبجكت، تمام. ليبل جي فريم بقى دوت سيت ديفولت كلوز اوبريشن، دي بقى موجوده فين؟ هتلاقيها موجوده دي فين؟ هي هتلاقيها طبعا موجوده جوه
الجي فريم دوت جافا اللي هو الكلاس اللي انا باكستند منه الكلاس بتاعي. طب دي حاجه سهله جدا يعني. وبعد كده بقول له جي فريم اكزيت اون كلاس، دي معناها ايه؟ معناها ان لما ادوس على ده انا عايز الابلكيشن بتاعي يقفل. انا ممكن اعمل حاجه ثانيه بس خلينا نعمل الابلكيشن الاول. سيت سايز والله 260 في 180، سيت فيزيبل بترو عشان يبقى ظاهر قدام اليوزر يعني. طيب تعالى نقعد الابلكيشن بتاعنا ونشوف ايه اللي هيظهر بالظبط. طيب ده الابلكيشن المفروض اللي احنا شغالين عليه. خلينا نجيب الابلكيشن بتاعنا وخلينا نظهر ده هنا كده. ده ليبل 1، دي الليبل 1 التول تيب بتاعتها ذيس از ليبل 1. ده الايمج الثانيه اللي هو ذيس از ليبل 2، وده الصوره اللي هي موجوده فيها، وده ليبل 3 ومش عارف تكست ليبل 3. تمام، يعني حاجه بسيطه جدا جدا جدا. لو عملت كلوز هنا هيقفل الابلكيشن خالص. هتعرف منين الابلكيشن قفل؟ لو دخلت على الاوتبوت هنا هتلاقي ان هو خلاص بيلد سكسسفول بترو والابلكيشن قفل معاك، مفيش منه مشكله خالص. لو انا غيرت ده مثلا كده وخليته اي حاجه تانية غير اكزيت اون كلوز، اعتقد فيها مينيمايز او ممكن نقول دو نوثينج ويز كلوز، ده ستاتيك فاليو عاديه جدا. لو جينا عملنا رن الابلكيشن هنا كده والابلكيشن رن معانا ودوست هنا اكزيت، مفيش اي حاجه بتحصل طبعا خالص، ان انا قلت له دو نوثينج اون كلوز، فمضطر ان انا اقفل الابلكيشن من هنا. فتعرف انك تغير في الحاجات دي بيست على الريكويرمنت بتاعتك او بيست على السكيم بتاعتك شكلها عايز تعمل ازاي. يعني احيانا بتبقى انت عايز السكرين مثلا بدل ما تقفل تنزل لك از حاجه اسمها تري ايكون هنا، تبقى حاجه شبه دي كده عشان ما تقفلش الابلكيشن بتاعك كله يعني، او الابلكيشن ما يحصلوش شات داون. فدي كلها بتبقى في الاخر لليوزر او اليوزر نفسه بيكون محتاج ايه. بس لو انت جيت بقى لاحظت في الابلكيشن بتاعنا هنا ان انا مفيش خالص اي انتراكشن مع اليوزر، يعني اليوزر بالنسبه لي ممحي تماما. انا كل اللي بعمله اليوزر ان انا ببص على الحاجات دي وبقفلها. بس طبعا ده مش طبيعي، لان هنا في الابلكيشنز بتاعتنا العاديه جدا اليوزر لازم يعمل انتراكت، لازم يريجستر ايفنت. وركز بقى في الجمله دي كويس جدا، لازم يريجستر ايفنت. يعني ايفنت يعني حدث، يعني لو حصل اي حاجه من اليوزر. هنا بقى هنتكلم في شابتر او 12.6 text field and introduction to event handling with nested classes. يعني event، event اللي هو حدث حصل، حدث حصل من user. اليوزر زي ما كنا بنتكلم المره اللي فاتت مثلا this space فنزل لتحت، اليوزر مش عارف عمل سكرول اب فطلع لفوق، عمل سكرول داون داس على ده هنا كده، ده معناه event. عمل minimize تاني او عمل زوم اوت تاني، فده برضه معناه event. event هو حدث حصل من اليوزر. طيب الايفنت هاندلر يعني ايه هاندلر؟ الهاندل هاندنج او هاندلنج بشكل عام، ان انا بهندل حاجه دايما في لغتنا كده بنقول انا هندلها يعني ايه؟ يعني هتعامل معاها، انا هشوف هعمل معاها ايه. تمام، فايفنت هاندلر هو الطريقه اللي اعرف هاندل بيها الايفنت ده ايه اللي هيحصل بعد كده. ان انا محتاج اعمل ايه اليوزر لما يعمل حاجه شبه كده. يعني هنا لما انا عملت زوم ان، لو عملت زوم اوت الصوره بتكبر وبتصغر، يعني في حصل بروسيسنج ورا في الابلكيشن عندي ادى ان ده يحصل. البروسيسنج دوت معناه ايه؟ معناه اسمه الايفنت هاندلنج، او بعد كده عملت هاندلنج الايفنت ده ازاي. الايفنت هاندلر هو اللي بياخد الايفنت ويبدا يشوف هيعامله ازاي، او يبدا يشوف هيعمل له ايه. الكونسبت دي يا شباب مهمه جدا جدا لاسباب كتيره جدا جدا جدا. اولا ان هي بس مش للجافا، لو انت شغال باي فريم ورك تانيه فيها يو اي وفيها يوزر انتراكشن، او انت بتتعامل مع يوزر، لازم الكونسبت دي تكون حاضره معاك. يعني ايه ايفنت هاندلر؟ يعني ايه ايفنت هاندلنج؟ يعني ايه ليسننج على الايفنت؟ يعني ايه ليسنرز؟ كل دي حاجات موجوده في كل لغات البرمجه حرفيا، يعني مش موجوده في الجافا بس. فدي كونسبت مهمه جدا 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 جدا. طيب ركز برضو وانت بتقرا الحاجات دي، هتلاقي عندك حاجه هنا اسمها الايفنت هاندلر، وعندك الايفنت هاندلنج، وعندك الايفنت. في كونسبت مهم جدا كمان اسمه ايفنت دريفن، دي برضو كونسبت مهمه جدا، دي قصه تانية خالص. حاجه اسمها الايفنت دريفن بروجرام او الايفنت دريفن ديزاين او الاي دي دي، دي حاجه برضو ادفانسد جدا معاك. يعني ايه ايفنت دريفن؟ ايفنت هو حصل ايفنت او حصل حدث معين، تمام، بيدرايفز البروجرام بتاعك تو بيرفورم تاسك. بيدرايفز اللي هو بيقود الابلكيشن بتاعك ان هو بعد كده يؤدي تاسك معينه، دي ترجمتها الحرفيه. فكلمه ايفنت دريفن معناها ان الابلكيشن بتاعي شغال بكونسبت الايفنت دريفن. يعني ايه؟ يعني انا الابلكيشن او بيتريجر ايفنت، اليوزر بيتريجر ايفنت، والابلكيشن ساعتها بيدرايفز اليوزر لحاجه معينه، او بيدرايف البروجرام ان هو يعمل تاسك معينه او بيرفورم تاسك معينه. وباي ذا واي مش لازم الايفنت ده يحصل من يوزر، مش لازم يحصل انتراكشن مع يوزر، ممكن يحصل من داتابيز مثلا، في داتا دخلت جوه داتابيز، في مش عارف حصل ايه مثلا نتورك اوبريشن فيلير او حاجه، ده معناها ان في ايفنت حصل، مش لازم الايفنت يحصل من اليوزر. عشان كده بقول لك ان في كونسبتس كتيره جدا مهمه، حاول انك
تتعامل معاها على هذا الاساس يعني. وبعد كده الابلكيشن هنا او الشابتر هنا بيدي لك برضو اكزامبل، فخلينا برضو عشان ما نضيعش وقتك هنا ندخل على الشابتر نفسه. خلينا نكومنت ده اوت كده و نشوف ده هنا كده، نشوف الجي فريم، خلينا في المنيو، تعالى في التكست فيلد فريم. طيب التكست فيلد فريم برضو بيكستند الجي فريم، بسيط جدا. عرف جي تكست فيلد، تكست فيلد زي ما اتفقنا هو مكان بيتحط فيه فاليو، حط هنا كمان تكست فيلد 1 مش عارف ايه. بعد كده في عندنا حاجه اسمها جي باسورد فيلد، هو الجي تكست فيلد بس بياخد باسورد عشان الباسورد يكون هيدن او الكلام يكون هيدن، طبعا دي معروفه كويس جدا يعني. نفس الفكره برضه تيستنج مش عارف ايه، التكست فيلد 1 بيكون نيو جي تكست فيلد، مثلا ده كونستراكتور او دي بارامتر في الكونستراكتور بياخد السايز بتاعه، مثلا بيقول له هنا والله هياخد 10 كولومز. جي تكست فيلد مثلا بيقول له والله انتر تكست هير. التكست فيلد الثاني بيقول له ان اديتابل تكست فيلد مثلا برضه 21 كولوم، وهنا عمل له سيت اديتابل ديفولت، هو مش ديفولت او هو سوري ما تعرفش انك تاديت فيه، زي ما انت ممكن مثلا تعمل اي برفورم او اي اكشن حاجه مش اديتابل. مش عارف ممكن يكون عندنا هنا حاجه ولا لا، انا بحاول اوصلك صوره مثلا زي سيف هنا، سيف هنا مش اديتابل لان مفيش حاجه اتغيرت جوه الابلكيشن هنا، فسيف هنا ما اقدرش ان انا ادوس عليها، فبالنسبه لي هي نون اديتابل. تمام. الجي باسورد فيلد نفس الفكره، بقول له هيدن تكست وبقول له اد الجي باسورد فيلد. هنا بقى النقطة المهمة جدا 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 جدا، بس سيبنا منها شوية دلوقتي، خلينا بعد كده نشوف حتة الايفنت هاندلنج او هريجستر الايفنت ازاي. تمام. طيب انا عملت هنا حاجة اسمها انر كلاس. انر كلاس ده المفروض انت تكون ذاكرته من الاو بي لما كنا بنتكلم عنه. انر كلاس هو كلاس عادي جدا بس بيكون انر، يعني بيكون انر يعني لازم يكون جوه كلاس تاني او لازم يكون جوه اوتر كلاس. تمام. طبعا عامله هنا برايفت، معناه ان مش هقدر اكسسه الا within الكلاس بتاعي نفسه يعني. طيب الكلاس ده اسمه تكست فيلد هاندلر بيمبلمنت اكشن ليسنر، ودي بقى نقطه مهمه جدا جدا جدا. ايه هي الليسنرز؟ الليسنرز اكشلي هي اللي بتلسن على الايفنتس. يعني ايه بتلسن على الايفنتس؟ يعني انا عندي ليسنرز كتير جدا، عندي ممكن اليوزر يكليك ايفنتس او ممكن يكليك الماوس، ممكن ينتر اي كي وورد او ينتر اي كلمه او يدوس سكرول اب او سكرول داون او ايا كان، او حتى يريجستر بفويس او يقول حاجه يعني معينه ايا كان. المهم ان في ليسنز، في ليسنر لازم يلسن على الايفنت ده، فده عندي هنا اسمه اكشن ليسنر. طب هل الاكشن ليسنر ده هو الوحيد اللي عندي؟ لا طبعا، في حاجات كتيره جدا تانية يعني. في ماوس ليسنر مثلا، في حاجات كلها ليها علاقه بماوس ليسنر، هنتكلم بقى في الحاجات دي قدام بشكل في استفاضه شويه، بس خلينا نشوف الليسنر ده بيعمل ايه. الليسنر دوت عنده فانكشن واحده او حاليا فانكشن واحده اسمها اكشن بيرفورمد، او طبعا دي عملناها اوفر رايت جوه من الاكشن ليسنر انترفيس لو كنا فيه دلوقتي، اللي هو الفانكشن اكشن بيرفورمد دوت اللي هو جاست وان ابستراكت ميثود. الاكشن بيرفورمد بتاخد الاكشن ايفنت، الايفنت اللي حصل نفسه كان عباره عن ايه بس، وبتقول بقى هنا لو الايفنت جيت سورس بي ايكوال تكست فيلد 1، يعني لو الايفنت السورس بتاعه او اللي حصل عليه او المكان اللي حصل عليه الايفنت نفسه كان بيكوال التكست فيلد 1 اللي هو الاوبجكت نفسه اللي هو من التكست فيلد اللي هو ده. تمام. ببساطه جدا جدا والله، السترينج ده بيقول له تكست فيلد 1 مش عارف ايه الايفنت دوت جيت اكشن كوماند، او الكوماند او الايفنت الاكشن اللي حصل عليه يعني. وهنا نفس الفكره في باقي الكلام ده كله، مفيش اي حاجه متغيره خالص. بعد كده الجي اوبشن بان هظهر له السترينج، او هظهر له السترينج واحد من الاوبشنز اللي اتعمل لها فيلنج جوه الالس ستيتمنت او جوه الكونديشنال ورك فلو ده. تمام. بسيطه جدا جدا جدا. دي اول حاجه ان انا عملت ايه، ان انا عملت اصلا هاندلر، ان انا عملت ايفنت هاندلر عشان يتعامل معايا. فاضل حاجه واحده بس، ان انا اريجستر الهاندلر ده ان هو يتعامل مع مين، يتعامل مع التكست هاندلر او يتعامل مع التكست فيلد 1 صح، او التكست فيلد 2 او التكست فيلد 3 او الباسورد فيلد، يكون فيه هاندلنج او يكون فيه حاجه معينه اعرف ان انا بعد كده اقول والله التكست فيلد 1 ده بيلسن على ليسنر معين، او في ايفنت معمول له ليسننج عليه، او ان انا اعرف اتعامل معاه او اديله ايفنت او اخد منه حاجه او الكلام ده كله. فاول حاجه في الفانكشن دي فانكشن اوفر رايت فيها عاديه جدا، حاجه اسمها الاد اكشن ليسنر، ضفت له الهاندلر بتاعي، الهاندلر اللي هو ده اللي هو التكست فيلد هاندلر ده، وعندي برضو كله ضفت لهم الهاندلر، كله ضفت لهم الهاندلر بتاعي. بس دي الخطوات بسيطه جدا. تعالى نعمل الابلكيشن كده ونشوف هيحصل ايه بالظبط.
بس ده الابلكيشن هنا. لو انا وقفت هنا كده مفيش اي مشكله خالص، مثلا كتبت هنا وليكن جافا ودوست مثلا انتر، تمام، عمل لي ايه؟ عمل لي والله التكست فيلد مثلا 1 جافا، تمام. طيب لو وقفت هنا كده على الانتر تكست هير مثلا او حاجه ودوست انتر، برضو الانتر تكست هير مثلا، او كتب لي نفس الموجود هنا، او الجيت اكشن بيرفورمنس زي ما كنا جايبينها اللي هو الجيت اكشن كوماند، او الحاجه نفسها كانت ايه. لو وقفت هنا كده مثلا ودوست انتر هيقول لي والله انا من تكست، وهنا طبعا هيقول لي هيدن تكست، مش هعرف ان انا اتعامل معاه، مش هيبقى موجود بالنسبه لي في حاجه يعني. طيب ده بمنتهى البساطه جدا جدا جدا. طب ليه هنا بيلسن على الموضوع ده؟ لان انا هنا في الكود بتاعي انا قلت له ان انا عايز، قلت له ان انا في الكود هنا كده قلت له ان انا والله هاد الاكشن ليسنر هنا معايا، او هضيف الليسنر ده على اساسه، مش كده؟ لو انا شلت مثلا التكست فيلد ده عملت لها كومنت كده وجيت عملت ران الابلكيشن تاني، ده التكست فيلد 2، وجيت هنا مثلا كده ودوست هنا، مفيش حاجه هتحصل لان هو ما عادش بيلسن على حاجه، ما عادش فيه اي هاندلنج خالص يعني، ما عادش فيه اي ليسنر خالص معمول له ريجستر في التكست فيلد 2 ده، تمام كده يا شباب. بس ده من منتهى البساطه جدا جدا جدا، يعني ايه تكست هاندلر ويعني ايه ايفنت هاندلنج، ده بشكل الابلكيشن عادي يعني. طيب دي نقطه مهمه جدا اللي هو ال required steps to set up event handling for a GUI component. ايه هي required steps عشان ت set up event handling لل GUI components؟ عندنا اول حاجه خالص بن create ال class that represents the event handler زي ما اتكلمنا، اللي هو ال class بتاعنا ده، اللي هو ال class بتاعنا دهوت، اللي هو ده، سواء بقى عملته هنا private inner class او عملته حتى في class لوحده مش مهم، بس هو private inner more convenient اكتر ان ال handler جوه ال class نفسه. وبعد كده بتريجستر الـ event handling نفسه، تمام. بس ده كده بمنتهى البساطة جدا جدا، يعني ايه الـ event handling، ويعني ايه الـ ويعني ايه event handler، ويعني ايه action listener، ويعني ايه ان الـ user بيريجستر event، او الكلام ده كله. طيب مش عارف، ممكن نكمل الـ common GUI event types والـ listener interfaces، خلينا نعملها فيديو تاني عشان ما نطولش عن كده. شكرا جدا، معلش انا اسف، الفيديو ده ممكن يطول او الشابتر ده ممكن يطول نفسه، بس هو فعلا فيه كونسبتس مهمه كتيره جدا جدا محتاج ان الواحد يكون يعني اوير بيها كويس قبل ما يبدا يديفلوب، او قبل ما يبدا يستارت ديفلوبينج الابلكيشن بتاعه اللي هو يكون بيزد او مبني على الجي يو اي او الجرافيكال يوزر انترفيس بشكل عام. ماشي، شكرا جدا شباب، ونكمل الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا.